في الحلقة الأخيرة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجملة الخبرية وتكوينتها كده على السريع، اللي هو فاعل وفاعل ومفعول وتكملة الجملة. وجبت لكم هنا في النص، قلت لك بعد الفعل لما اتكلمنا عنه بتفصيلاته كلها في الحصة اللي فاتت، قلت لك ان في حاجة اسمها فعل مساعد وهو ده شغلنا النهاردة. بس في عندنا بقى حاجة اسمها مودل verbs اللي هي الأفعال المساعدة اللي هي الإضافية. يعني أهم حاجة عندك الأساسية اللي هي verb to be، verb to do والverb to have. اما بقى الحاجات التانية اللي هي زي will وزي shall، can، may، must، have to، has to، ought to، كل الحاجات دي تعتبر اللي هي حاجات فرعية ودي الحاجات الاساسية. ويلا بينا كده نبدأ ناخدها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بقى كده بالhelping verbs اللي هي الافعال المساعدة، وعندنا منها نوعين، عندنا مضارع وعندنا ماضي. طيب اول حاجه زي ما قلت لك في verb to be وverb to have وverb to do. طيب ممكن اعرف بقى الفرق ما بين verb to do وverb to have verb to be؟ بالظبط، الverb to do معناها يعمل، بتيجي بمعنى يعمل، تمام، زي ما انت اخذتها في اللغه الفرنسيه واللغه الايه واللغه الالمانيه. المشكله عندك في اللغه الانجليزيه انك ما تاسسش فيها صح، تمام. فالتاسيسات صح ديت هي حلقاتنا الجايه ان شاء الله اللي هو تكوين الجمله، تمام. طيب والverb to have اللي هو زي have وhad، ولو انا عايز اجيبها في الماضي تبقى had. طيب الverb to be اللي هو am او is او are، ولو الam والis بيجوا في الماضي was، والare بتيجي were، تمام، وديت بتيجي did. طيب ندخل بقى على تاني حاجة، ياريت يفضل يعني لو انت بتكتب معايا انا كاتب الكلام دوت على الكمبيوتر بحيث ان هو يبقى واضح اكتر معاك. حتى المذكرة ديت نزلتها بي دي اف ونزلت الصور بتاعتها بس على التليجرام لان مش عارف انزلها انا الصراحة. طيب تعالى بقى شوف لي المربع الجميل دوت، وبصراحه الحته ديت جايبها بطريقه جميله خالص. يعني هو نفس المعلومه ممكن تسمعها من منصه تانية او من اي حته تانية، بس الفكره بقى في توصيل المعلومه ازاي، فاهم الحته ديت؟ فالحته دي جميله خالص. يعني هنا مثلا كان عندي verb to be، verb to have، verb to do، وهنا بقى عندي ايه، عندي كل الفواعل اللي اخذناها المره اللي فاتت، تمام. خلينا نقولها الفواعل، مش مشكله. طيب عندي اول حاجه اي، اول ما تيجي اي ديت مع الverb to be، تمام، على طول يخطر في بالك ان في ايه، في ماضي وفي مضارع. قال لك في مضارع am. طيب هي am دي معناها ايه؟ معناها انا اكون، انا اكون، انا كنت، لو انا بتكلم عن ايه، بتكلم عن was، تمام. وبعد كده جيب اي حاجه بقى، يعني لو انا عايز مثلا اقول انا حسين، ما ينفعش اقول انا كنت حسين، لا انا حسين، يبقى I am حسين، تمام كده، تمام. التانية بقى وغوز، لو انت عايز تقولها I was stupid، انا كنت غبي ايام ما كنت بعمل مش عارف ايه، بالظبط كده. بس طيب لو انا عايز بقى اجيبها مع الverb to have، قال لك خلاص I بيجي معاها have عادي خالص، وده الاختصار بتاعها يعني. طيب I ممكن يجي معاها had لو انت بقى بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن الماضي، وهنا بتيجي معنا يملك. I had a small house، يعني انا كان لدي بيت صغنن here، هناك كده. طيب ممكن بقى اجيبها مع الverb to do، do معناها يعمل، تمام كده يا شباب. I do او I does لو انا عملت حاجة ايه، عملت حاجة في الماضي. طيب he she it، he و she و it كلهم بيجوا نفس الحاجة بالظبط، he و she و it بيجي معهم is لو انا بتكلم عن verb to be في المضارع. طيب لو انا بتكلم عن الماضي يبقى بيجي معهم was. طيب لو بتكلم عن verb to have بيجي معهم has، she has او it has او he has، وهنا معنى يمتلك. مثلا اقول he has a small house here، اللي هو عنده بيت صغنن here، يعني هناك كده. طيب it is مثلا my cat، يعني هذه تكون قطتي، شفت هنا استخدمت تكون، تمام. فهنا اللي بيفرق من حيث المينينج، يعني هنا مثلا معناه يمتلك، تمام. وبرضو it نفس الكلام، يعني هنا لو انا بتكلم عن الverb to do مع he و she و it نفس الكلام بالظبط، does، تمام كده، اللي هو ايه في المضارع. طيب لو ماضي يبقى على طول بستخدم did، تمام يا شباب. طيب وطبعا انت عارف ان الحته بتاعت does و did دي بيجي وراها الverb في المصدر يعني، تمام. طيب الاسم المفرد والغير معدود، كل اللي انا عايز منك هنا تفهمه مني ان مع I و و you و they والكلام دوت كله بيجي معاهم ايه، تمام، ده لكل اللي انا عايزك تفهمه يعني مش اكتر. طيب الاسم المفرد او الغير معدود، قال لك هنستخدم معاه نفس الحاجه بالظبط اللي استخدمناها على هو شوت، تمام. طيب خلينا متفقين على كده. اخر حاجه معايا هي بقى وي ويو زي والاسم الجمع، كلهم نفس الحاجه بالظبط، هتاخد معاهم ار في الverb to be المضارع، والاختصار بتاعها ار اي كده، وفي الماضي بتستخدم معاها وير، وعرفنا ان دي معناها يكون. طيب لو انا بقى بتكلم عن verb to have، يبقى عندك have
have او had لو انا بتكلم ايه في الماضي، وده برضو الاختصار بتاعها. طيب لو انا بتكلم عن الفيرب اللي هو اسمه يعمل او الفيرب to do اللي هو do، ده كده في ايه؟ ده كده في المضارع، اما في الماضي بستخدم كلمة did. طيب هو ايه الفرق؟ مع هي وشو it انا عارف ان انا باخد ايه؟ باخد s، تمام كده؟ تمام، لان انا بتكلم هنا في مضارع بسيط فلازم اخد s. لكن شكل الماضي كله لو تلاحظ ان الماضي كله شبه بعضه، عشان بس نربط الكلام ببعضه، تمام؟ الماضي كله ايه؟ شبه بعضه، حلو الكلام؟ لكن هنا في الفيرب هنا برضو شبه بعض، لكن هنا في الفيرب to be ما هوش شبه بعضه. ليه؟ لان انا عندي نوعين، عندي I و he و she و it والاسم المفرد، كل دول بياخدوا was لانهم يعتبر مفرد. اما الجمع دوت عندي اهلي هياخد ايه؟ هياخد where. ده في الفيرب to be الماضي منه شكلين، اما في الفيرب to have verb to do منه شكل ايه؟ منه شكل واحد. جميل او الكلام دوت. طيب وطبعا التاني I تاخد am، he و she و it والاسم المفرد بتاخد is، we و you زي بتاخد are، تمام؟ طيب بالنسبة للجزء التاني I و we و you و they والاسم الجامع كل دول بياخدوا ايه؟ بياخدوا have، وهكذا برضو في ايه؟ في الماضي. اما هي و she و it والاسم المفرد بياخدوا ايه شباب؟ بياخدوا has، و had ديت زي ما قلنا ان هي ايه؟ ان هي ثابتة. طيب عشان بس ما نلغيش كتير قلت بس برجع لكم كده عليها سريع، ناخد بقى نفي الافعال المساعدة. ونفي الافعال المساعده اسهل من الافعال المساعده ذات نفسها. يعني الفكره يا عمي ان انا عندي مثلا ما اي ام، صح كده؟ لا، قال لك ام نوت، حط لها بس كلمه نوت انت كده نفتها، تمام؟ او ممكن تحط الاختصار بتاعها وبعد كده كلمه نوت، تمام يا شباب؟ تمام. طيب ده اللي هو الاختصار الفعل المساعد، وده اللي هو اختصار بتاع ايه؟ اختصار بتاع نوت، تمام؟ تمام. طيب لو انا عايز بقى اجيبها مع هي وشي وات، ما هو هي وشي وات والاسم المفرد بياخدوا از، نعملها ازاي دي؟ قال لك is not او isn't، تمام؟ طيب هي am not ملهاش اختصار؟ لا ملهاش اختصار، تمام؟ ما ينفعش اقول am not اللي هي ازاي دي، تمام؟ am not مش جايه خالص، تمام؟ اللي هي isn't شوفوا لايقه كده او اللي هي ماشيه، لكن مع am ماهيش نافعه خالص، تمام؟ يبقى هنا is او isn't. طيب لو انا بقى بتكلم عن we و you و they والاسم الجامع، خلاص يبقى هنا لازم اخد are، طب انفها لي معلش، يبقى aren't aren't او are not، تمام كده شباب؟ ده اللي هو الاختصار بتاع كلمة are. طيب لو انا بقى بتكلم عن كلمة was، لو انا عايز مثلا استخدم verb to be ولكن في الماضي بالنسبة للمفرد، تمام؟ في الحالة دي اتقلك انا استخدم كلمة اسمها was معلش was not، تمام؟ was not. طيب الاختصار بتاعه wasn't، ما ينفعش يجي معاه هنا اختصار لكلمة was ديت، لا مفيش اختصار لكلمة was اللي هو اختصار الفعل المساعد، مفيش هنا، تمام؟ طيب وهكذا برضو were not weren't، تمام؟ were not بتيجي مع مين؟ were not بتيجي في الverb to be مع الجامع كله اللي هو we و you زي والاسم الجامع. طيب بعد كده احنا دلوقتي هننتقل لجزئية تانية اسمها الverb to have والverb to do، تمام؟ طيب اول حاجة الverb to have، verb to have في منه شكلين في المضارع، have و has، صح كده؟ قلنا ان has بتيجي مع المفرد و have بتيجي مع الجمع. قال لك خلاص حط ورا have not يبقى ايه؟ يبقى have not haven't، تمام؟ ده اللي هو الاختصار بتاعها. طيب has اختصارها s كده، يبقى s اللي هي has not hasn't، تمام كده شباب؟ طيب بعد كده كلمة had لو انا بقى عايز اجيبهم الاتنين دول ايه؟ في الماضي، الverb to have ولكن الماضي الشكل الماضي منه اللي هو had ايه؟ had not، وده الاختصار بتاعها اللي هو اوستر بعد كده دي بعد كده ايه؟ بعد كده not، واختصارها hadn't اختصارها بالnot hadn't، تمام كده؟ يبقى had not اختصارها hadn't. طيب بعد كده do، طيب انا دلوقتي خلصت الverb to have، خلصنا الverb to do، خلصنا الverb to be، خلصنا الverb to have، ندخل بقى على الverb to do. طيب الverb to do منه شكلين في الموضوع. طيب عندنا اول حاجة من الاشكال بتاعها اللي هو الجمع اللي هو عبارة عن do، اما المفرد اللي هو عبارة عن does، لو عايزا فيها don't، لو عايزا فيها doesn't، اي الاشكال بتاعتها. طيب لو انا عايز بقى اجيبها في الشكل الماضي زي مثلا ما جبت هنا الverb to have، الverb to have had، هجيبها هنا ايه؟ هجيبها هنا طبعا did. طيب يبقى نشيل دي كده ونحط did، معلش خطأ مطبعي، هنا هتبقى ايه؟ هتبقى did not اللي عبارة عن كلمة didn't، تمام؟ اللي عبارة عن didn't. طيب ناخد اخر حاجة معانا هو اختصار لكل الكلام دوت كله، قالك ايه؟ تعال بقى نشوف. هو يا مستر الفعل اللي بيجي، الفعل الاساسي اللي بيجي مع ايه؟ بيجي مع verb to be و verb to have و verb to do بيكون شكله عامل ازاي؟ يعني بيكون تصريف تالت، بيكون مضاف له ing، بيكون مصدر الفعل اللي هو مثلا في الانفينيتيف، ولا بيكون شكله عامل ازاي؟ طيب بص يا معلم، انا عارف ان هنا بيجي معايا ايه؟ بيجي معايا السبجكت، تمام؟
طيب ما بعد السبجكت بيجي مين؟ بيجي الهيلب فيرب اللي هو الهيلبينج فيربس، تمام، اللي هي الحاجات اللي قدامي دي، لده لده لده، كلام جميل قوي. خلينا هنا متفقين ان هنا بيجي مثلا الهيلبينج فيربس. طيب وبعد الهيلبينج فيربس اللي بيحصل بيجي الفعل الاساسي او اللي هو الفيرب، تمام، الفيرب الاساسي. طيب الفيرب الاساسي دوت هصنفه على اساس ايه؟ على اساس الهيلبينج فيرب اللي قبله، تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف كده الانواع. قال لك في اول حاجه عندي الفيرب تو بي اللي هو عباره عن ام او از او ار في الماضي، ووز او وير. قال لك ممكن يجي وراء فعل بلس اي ان جي اللي هو مثلا كلمه I am working. هنستخدم، خلينا متفقين ان احنا هنستخدم work ده دلوقتي في كل حاجه، تمام. I am working او I was working، تمام. طيب ومال ايه في 3 دي؟ معناها التصريف الثالث للفعل، يعني ممكن يجي وراها دوت او ممكن يجي وراها التصريف الثالث للفعل. دي في حاله لو هي ايه؟ لو هي ماضي. طيب ممكن اعرف ده هيجي امتى وده هيجي امتى؟ الحتة ديت هناخدها ان شاء الله في الجرامر لما نبدا ان شاء الله مضارع مستمر ومضارع بسيط. كل الكلام دوت كل ده هيتبسط معانا وهيتفهم، بس كل اللي عايزه منك تفهم ان ممكن يجي دوت او يجي دوت، تمام. طيب بعد كده لو انا عندي مثلا verb to do، verb to do اللي هو do او does في المضارع، ده في الماضي، قال لك ده لازم يجي وراه مصدر الفعل زي ما كنا بنتكلم من شويه. يعني مثلا لو انا عايز اقول I طبعا بيجي معاها do، تمام، يبقى I do work، تمام كده، I do work، كلام جميل قوي. هنا اخدت على طول مصدر الفعل. طيب I did work، كلام مظبوط خالص. طيب verb to have او has في المضارع، had في الماضي، قال لك في الحاله دي لازم يجي وراها تصريف ثالث على طول، لازم تصريف ثالث. طيب امال ايه هنا؟ تمام متفقين في تصريف ثالث. ليه بقى فعل بلس ing؟ عشان حاله الاستمراريه، حاجه اسمها مضارع مستمر، حاجه اسمها ماضي مستمر. الحاجات ديت كلها مش عايزه تدخل فيها كده دايركت، ان شاء الله هناخدها بالتفصيل في الحلقات القادمه. اشوفكم بخير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.